السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الرابع الإعدادي، ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم Contrasting Information، المعلومات المتناقضة، للأدوات But، However، Although. الوحدة السابعة رابع إعدادي. ماذا نقصد بـ contrasting information؟ contrasting information المعلومات المتناقضة. المعلومات المتناقضة هي إما متناقضة بالنفي، يعني إحدى الجملتين مثبتة والأخرى جملة منفية، أو تكون الأولى عكس الثانية بالمعنى. مثلا this book is very useful. this book is very useful. هذا الكتاب مفيد جدا. but it is expensive. لكنه غالي. إذا نستعمل أدوات ربط لربط الجمل المتناقضة، وهي هذه الأدوات الثلاثة: however, but, although. however, but, although. however معناها ومع ذلك، وتأتي في بداية الجملة الثانية التي تحمل معلومة متناقضة، أو تأتي في نهايتها، يعني في نهاية الجملة الثانية. examples أمثلة: turtles live in many parts of the ocean. turtles السلاحف live in many parts تعيش في أجزاء كثيرة of the ocean من المحيط. however ومع ذلك they are endangered ومع ذلك هي يقصد بها السلاحف هي endangered معرضة لخطر الانقراض. endangered معرضة لخطر الانقراض. هذه الكلمة لوحدها danger. danger بمعنى خطر. noun اسم بمعنى خطر. تمت إضافة بادئة en ولاحقة ed فأصبحت endangered يعني معرضة لخطر الانقراض وهي adjective. إذن الأداة هنا جاءت في بداية الجملة الثانية تعطي معنى التناقض، توضع فارزة بعد الأداة إذا جاءت في البداية كما في هذا المثال. جاءت الأداة في البداية فتم وضع الفارزة بعد الأداة. والآن ننظر إلى المثال، نفس المثال الأول لكن سوف نضع however في نهاية الجملة الثانية. turtles live in many parts of the ocean. turtles السلاحف تعيش في أجزاء كثيرة من المحيط. they are endangered however. they are endangered however وهي معرضة للانقراض مع ذلك. إذا جاءت الأداة في نهاية الجملة الثانية تعطينا معنى متناقض وجاءت قبلها فارزة. إذا جاءت however في بداية الجملة الثانية نضع فارزة بعدها، وإذا جاءت في نهاية الجملة الثانية نضع فارزة قبلها. الأداة الثانية but معناها لكن، وتأتي في وسط الجملة الثانية التي تحمل معنى التناقض، وقلنا بأن متناقضة بالمعنى أو إحداهما مثبتة والأخرى منفية، وتوضع فارزة قبل الأداة. examples أمثلة سوف تبين ما شرحناه الآن. turtles were hunted for their shells. إذن السلاحف كانت تصطاد من أجل أصدافها. السلاحف كانت were hunted كانت تصطاد for their shells من أجل أصدافها. but لكن hunting them now is illegal. but بمعنى لكن hunting them صيدهم now الآن is illegal غير شرعي. إذن الجملة الأولى تقول بأنها السلاحف تصطاد من أجل أصدافها، والجملة الثانية تقول بأن صيدها أصبح الآن illegal غير شرعي، فتحمل معنى متناقض. الأولى تبين بأنها تصطاد والثانية تبين بأن صيدها أصبح غير شرعي، فهناك تناقض بالمعنى. another example مثال آخر. بغداد is a big city. بغداد is a big city. بغداد مدينة كبيرة. but لكن it is very crowded ولكنها مزدحمة جدا. إذا كيف تكون الجملة الأولى بأن بغداد مدينة كبيرة، والجملة الثانية التي بدأت ب but تقول بأن هذه المدينة مزدحمة جدا؟ إذا كيف تكون كبيرة وكيف تكون مزدحمة؟ فهذا تناقض بالمعنى. example 3 المثال الثالث. I live in Baghdad. أنا أعيش في بغداد. But I work in Basra. ولكنني أعمل في البصرة. إذن هناك تناقض. أما الأداة الأخيرة although. although انتبه هنا إلى أن GH silent، هذان الحرفين silent. although معناها بالرغم من، معناها بالرغم من، وتأتي في بداية الجملة الأولى. إذن تأتي في بداية الجملة الأولى التي فيها الحدث الأول، أو في الوسط بين الجملتين قبل جملة الحدث الأول كما في القاعدة التالية. although زائدا جملة الحدث الأول زائدا الحدث الثاني. وإذا استخدمنا although في الوسط فإن جملة الحدث الأول سوف تأتي بعدها. although بالرغم من،
I got up early. أنا استيقظت مبكرة. I didn't catch the bus. أنا لم ألحق بالباص. أو إذا أردنا استخدام although في وسط الجملة سوف تنتقل معها جملة الحدث الأول. هنا although I got up early. إذن هو من هو الحدث الأول؟ هو الاستيقاظ أم اللحاق بالباص؟ أكيد الاستيقاظ هي جملة الحدث الأول. I got up early. أنا نهضت مبكرة. I didn't catch the bus. أنا لم ألحق بالباص. إذن جملة الحدث الأول هي I got up early. ممكن نستخدم although في وسط الجملة ونضع قبلها فارزة وتصير بهالطريقة I didn't catch the bus. I didn't catch the bus. أنا لم ألحق بالباص. Although I got up early. بالرغم من أنني استيقظت مبكرة. إذا حتى لو جئنا بأداة although في وسط الجملة سوف تأتي بعدها جملة الحدث الأول. وهنا نعرف من المعنى. إذا من هي جملة الحدث الأول؟ got up early أم catch the bus؟ هل هي الاستيقاظ مبكر أم اللحاق بالباص؟ فأكيد هي جملة الحدث الأول هو اللحاق بالباص. More examples أمثلة أخرى. Put ضع but لكن however مع ذلك although بالرغم من في الفراغ المناسب. Number one. She was very tired. She couldn't sleep. She was very tired. الجملة تقول بأنها متعبة جدا. She couldn't sleep. لم تستطع النوم. وهنا الجملة منفية. إذن هنا تناقض بالنفي. فأفضل خيار هنا هو however. However هي الإجابة الصحيحة لأن الفراغ جاء قبل الجملة الثانية التي تحمل معنى التناقض. وجاءت الكما هنا بعد الأداة. إذا she was very tired. However she couldn't sleep. كانت متعبة جدا ومع ذلك لم تستطع النوم. ننتقل إلى المثال الآخر. Number two. فراغ طبعا عندنا البلانك في البداية في بداية الجملة. He smokes a lot. He smokes a lot. هو يدخن كثيرا. He seems quite healthy. He smokes a lot. هو يدخن كثيرا. He seems quite healthy. يبدو صحيا يعني ذو صحة ممتازة أو صحة جيدة. إذن الإجابة الصحيحة والاختيار الصحيح هنا لأن الفراغ جاء قبل الجملة الأولى قبل الحدث الأول والذي هو يدخن كثيرا. He smokes a lot. فالإجابة الصحيحة والأداة اللي يجب أن نضعها في الفراغ المناسب هي although. Although he smokes a lot. بالرغم من أنه يدخن كثيرا. He seems quite healthy. تبدو عليه الصحة التامة. ننتقل إلى الـ third example المثال الثالث. She wanted to go to the mall. أرادت الذهاب إلى المول إلى المركز التجاري. She wanted to go to the mall. فراغ. شوفوا انظروا هنا بأنه شوف الفارزة جاية قبل الفراغ. إذا لدينا ثلاث أدوات. من هذه الأدوات الثلاثة تأتي قبلها الفارزة هي but. She wanted to go to the mall but she didn't have any money. هي أرادت الذهاب إلى المركز التجاري لكنها لا تملك أي مال. الإجابة الصحيحة هنا but. والآن ننتقل إلى الأكتيفيتي بوك كتاب النشاط lesson 9 الدرس التاسع من الوحدة السابعة page 125 صفحة 125 exercise C التمرين C. Read and match the beginnings and endings of the sentences. Read and match. اقرأ وطابق the beginnings البدايات and endings والنهايات of the sentences من الجمل. ننتقل إلى الجملة الأولى. Number one. Although we have been studying these animals for years. Although we have been studying these animals for years. بالرغم من أننا ندرس هذه الحيوانات لسنوات. الاختيار الصحيح هو E. E. We still have very little information about them. We still have very little information about them. ما زلنا لدينا معلومات قليلة جدا عن هذه الحيوانات. وهنا تحدث عن الحيوانات وهنا أشار لهم بالضمير them. فإذا الإجابة الصحيحة هي E. 2. We went to the beach to look for turtle eggs. ذهبنا إلى الشاطئ للبحث عن بيض السلاحف. فالإجابة الصحيحة هي D. But we didn't find any. But we didn't find any. لكن لم نجد أي منها. وهنا انظروا إلى أن هذه الجملة تحمل معنى التناقض بحالة النفي. 3. I know you like books about animals. إذن الاختيار الصحيح هو A. A. However, ومع ذلك. I think you will really enjoy this book about sea turtle. However, ومع ذلك, I think, أعتقد, you will really enjoy, سوف تستمتع حقا, this book about sea turtles, هذا كتاب عن سلاحف البحر. 4.
Not many baby turtles survive. Not many baby turtles survive. ليس كثير من صغار السلاحف تنجو. الإجابة الصحيحة B. Although, برغم من thousands of them are born, برغم من آلاف منهم التي تولد. إذن هنا تحمل معنى التناقض من حالة المعنى. يقول بالرغم ليس كثير من أطفال أو صغار السلاحف تنجو على الرغم من وجود أو من ولادة آلاف منها. 5. People used to make jewelry from turtle shells. الناس اعتادوا أن يصنعوا المجوهرات من أصداف السلاحف. فالإجابة الصحيحة هي C. But it is now illegal. ولكن الآن أصبح غير قانوني باعتبار أنه يتم صيد السلاحف للحصول على their shells، للحصول على أصدافها. وبهنا يكون قد انتهينا من حل هذا التمرين. And all the best.